قرابة 2000 قائمة مستقلة من أصل 3000 ويزيد تعلن رغبتها عن خوض غمار تشريعيات 12 جوان المقبل، رقم قد يؤشر على أن البرلمان القادم سيكون بغالبية شبابية يعول عليها المواطن لضمان تمثيل حقيقي. فما الذي ينتظره المواطن؟ ما يدروش كما الاولين، هذا باش تكون الثقة ما بينهم وبين الشعب. لا احنا ماذا بينا زعما يكون كاين خير شويه في البلاد ان شاء الله. احنا ما هذاك هي حاجه انا متمنينها، الله يجيب الناس مخلصين اللي فيهم الخير، وهادو جدد نعطوهم الفرصه. شنو نقول لك الا قلنا يدعمنا. وفي ظل المستجدات الاقتصاديه تحديات جمه تنتظرهم، لذلك لابد عليه ان تكون له درايه كيف ينتقد وكيف يوصل هذه الافكار وكيف يترجم مشاكل المواطن البسيط، سواء من دخل، سواء من بطاله، سواء من امور ماليه، سواء من ارتفاع اسعار. لكن هل سيكون الشباب قوه نقد واقتراح فاعله ام مجرد لجان مسانده تحت قبه زيغوت يوسف؟ ولكن ماذا يمثلون؟ هل الطاقات التنافس المراحية لا يكون، ولذلك سيكونون لجان مساندة. لا يمكننا أن نتصدر من أن يكون قفة تؤمن قوة اقتراح أو تكون بمثابة للتنقل نقلة منسودة في العمل البرلماني. وينتظر من الفئة الشبانية الالتزام بدورهم التشريعي في الغرفة السفلى، غرفة كانت تدافع سابقا عن الجميع إلا الشعب.